يعني عشان نقف جنب بعض بعد ما ضيعتيني. اهدى بس يابا واسمعني، وبعد كده اعمل فيها اللي انت عاوزه، ان شاء الله تذبحني. احنا عدونا واحد، ويد واحده ما تسقفش. ساعدني عشان الاقيه. بعد ما تضيعهم؟ لا ما تخافش، مش هيضيعهم. انا عارفاه كويس، انا مش هستريح ولا يهدلي بال غير لما اشرب من دمه. اخ جيتيني ليه؟ جيتيني ليه؟ انا كنت مستريح وانت بعيد عني. يابا انا ما استغناش عنك ولا انت تستغنى عني، ده انا بنتك وبحبك. تقومي تسرقيني وتهربي مع الواد الصايع ده وتسيبيني بين الحياه والموت؟ اعمل ايه؟ ما انت قلبك مليان قساوه، ده احنا يبقى عندنا الفلوس دي كلها تحرمني حتى من الاكل.